حالة اصطفار شهدتها مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج خلال موجة أطول أمطار غزيرة وعواصف ضربت المدينة، تدفقت على إثرها سيول ما تسبب بتهدم بعض المنازل وتشريد سكان. من الساعة 5 بدأ المطر، ولا داخل وبرع والدنيا كلها مخمطة، دخل المخروق للمربعة ولا للذي، وكانت عي قطر، وكانت الدنيا تقطر قطار. كما تلاحظوا هنا كل المنطقة هذه كلها تقريبا 20 بيت يغرق بسبب إنه ما فيش بنية تحتية بالشكل المطلوب. عياش داود أحد المتضررين من سيول الأمطار، رغم محاولة منع دخول المياه إلى منزله إلا أن كل محاولته باءت بالفشل، خصوصا مع غياب شبكات تصريف السيول ومياه الأمطار. بسبب يعني الأمطار كثرت علينا ونزلت من عدة جهات دخلت إلى منازلنا، وناشد الأخوة يعني أهل الخير يعني فتح لنا طريق للمقاري، والمياه الأمطار بسبب هذا تسبب لنا كارثة يعني في بيوتنا، ونرجو من المسؤولين أن يلتفتوا علينا بإصلاح الطرق. هذه بعض المساكن التي تعرضت للدمار أبان حرب ميليشيا الحوثي على محافظة لحج لم تبقى على حالها، فالسيول التي تدفقت أمس الأول خلفت أضرار في ممتلكات المواطنين تاركة تلك المنازل على هذه الهيئة، أما التي ظلت على حالها جعلتها آيلة للسقوط في أي لحظة. احنا مضرين لازلنا بسبب الحرب، ما تقعد الحرب الطائرة المكان تقصف سببت لنا رباخ في السقوف وتأثرت البيوت، والآن الأمطار تنزل بسبب هذه الآثار حق الحرب، والبيوت راحت زي ما شفتوا الآن، يعني الفرشان والتلاجات مصبنات السقوف راحت، يعني بيوت والله الآن غرقت، بيوت الآن نقضناها قدام عيونكم، نقضنا بيوت والله. الأمطار أول من نوعها هذه، أنا عمري 45 سنة لحد الآن ما شفت أمطار مثل هذه الأمطار اللي حصلت، أمطار غير عادية، سيول عندنا في الحوطة، يعني أتلفت شفاطات حارات على منها شفاط حارة الجامع، هذا الآن انتهى بالخالص، يقضي أكثر من 200 أسرة أو 300 أسرة، انتهى بالخالص، غرق بالماء. معاناة السكان في مدينة الحوطة تتكرر كل عام دون أن يكون هناك تحرك من الجهات المعنية في وضع مخططات تستطيع تخفيف من حجم الأضرار التي تتسبب بها مياه الأمطار، خاصة وأن معظم المنازل هنا مبنية من الطين والذي يعود بناؤها إلى عشرات السنين، ما يجعلها عرضة للتدمير بأي كارثة طبيعية. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة لحج.